نشرة الظهر. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الظهر وفي عناوينها: تجميع نحو 6.6 مليون قنطار من الحبوب إلى حدود 21 جويلية، وولاية باجا تسجل أعلى الكميات المجمعة. تحويلات التونسيين في الخارج تسجل ارتفاعا بحوالي 4% مقارنة بالسنة المنقضية. وفي النشرة تقرير عن توظيف هذه التحويلات ودورها في دفع الاستثمار. استعداداً لإحداث أقسام سنة أولى ثانوي فنون، اليوم إجراء الاختبارات للتلاميذ، وفي النشرة متابعة لهذه البادرة الجديدة. في العالم 55 شهيداً وأكثر من 100 جريحة في 3 مجازر صهيونية في غزة، ونتنياهو يلقي خطاباً مساء اليوم أمام الكونغرس الأمريكي وسط مقاطعة عدد من أعضائه. تم إلى حدود 21 جويلية الجاري تجميع حوالي 6.6 مليون قنطار من الحبوب وفق ما أفاد به ديوان الحبوب اليوم. وسجلت ولاية باجة أعلى الكميات المجمعة في حدود 27% من مجمل الكميات، وتتوزع كميات الحبوب التي تم تحصيلها إلى 88% من القمح الصلبة، و9% من الشعير وتريتيكالا، و3% من القمح اللين. وتعد حصيلة موسم الحصاد للموسم الحالي أدنى من المعدل، لكنها أفضل من حصيلة الموسم المنقضية، إذ قدرت ب 5.3 مليون قنطار فقط بسبب انحباس الأمطار وتواصل حالة الجفاف. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضاً بقيمة 1834.7 مليون دينار في موفجوان الفارط مقابل عجز بقيمة 536.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 23 و2000. وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 154.5% نهاية جوان الفارط، في حين بلغ المعدل ذاته 86.7% موفى جوان 23 و2000 وفق معطيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. تعد تحويلات التونسيين بالخارج اليوم مصدراً مهماً لمخزون تونس من العملة الصعبة، حيث تجاوزت 3900 مليار من المليمات في شهر جوان الماضي، أي بنسبة ارتفاع في حدود 4% مقارنة بالسنة الماضية. وتعد التحويلات المالية للمهاجرين في العالم المحرك الأبرز لعدد من الاقتصاديات في الدول، فكيف يمكن الاستفادة من هذه التحويلات المالية دعم الاستثمار؟ كوثر عرقوبي. 8.5 مليار دينار هو رقم التحويلات المالية التي ترسلها الجالية التونسية سنويا في الخارج في شكل إعانات لعائلتها. المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي يضيف: من التحويلات هذه تمشي في مجال الاستهلاك خلال دراسة تحليلية للمبالغ هذه، أو 2.5% تمشي للاستثمار. استثمارات التونسيين بالخارج مازالت ناقصة إحاطة وناقصة تأطير، رغم أن المبلغ مش كبير، 86.4 مليون دينار بنسبة المبلغ اللي تم استثماره سنة 2023. وحتى تستغل هذه الأموال كما يجب وتتحول إلى منوال تنموي جديد، يقترح المختص في التنمية الاقتصادية وليد الحاج عمر خلق صندوق للتنمية المحلية من شأنه أن يفتح أمام الجالية التونسية فرصة للمساهمة في دعم الاقتصاد. نخلق صندوق للتنمية المحلية وين البلديات ولا الجهات تكون عندها مشاريع تنمية، مشاريع اجتماعية، يعطيه الفرصة للجالية باش تشارك، أما بتبرعات وإلا بمشاركة في المشاريع هدية، وتولي ما عادش فما كان التحويلات اللي تمشي للعائلات، لكن يولي فما إمكانية متاع تحويلات تمشي لتمويل المشاريع للإدخار وإلا لتمويل مشاريع اللي هي مرتبطة بالتنمية المحلية. برامج حكومية تشجع على الاستثمار في مشاريع كبرى مثل تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة هي حل آخر، يقول الخبير الاقتصادي محمد المبروك. يعني لازم إصلاح نظام
المالي اولا نحيو حكايه انخفاض الدينار، هذا يضر ياسر بالاستثمار، سياسه غالطه. نحيو مزاد حكايه توجيه الاموال لتشجيع الاستهلاك، الناس يحبوا الزيت رخيص، كل شيء رخيص، راهو غلط. لازم الحاجه تتباع بالثمن نتاعها باش الناس تستثمر فك القطاعات هذيك وتتحرك البلاد، والغلاء واللي ما عادش مشكله كي ثم تشغيل وكي ثم طاقه موجوده خير من اللي معنا نستوردوا في العمله باش نستهلكوا، باش يكون عندنا طاقه رخيصه ومواد اخرى رخيصه، وفي نفس الوقت زاد يكون عندنا فائض نتاع مياه نجم نحركوا به الفلاحه ونجم نحركوا به الاستعمالات الاخرى اللي ضروريه للحياه. ويبقى تضافر جهود وزارتي الخارجيه والماليه مع تنقيح بعض قوانين الصرف والتحويل هو الاخر نافذه اخرى نحو مضاعفه تحويلات التونسيين من العمله الصعبه وتوجيهها نحو الانتاج. تعتزم وزارة التربية بعد أقسام سنة أولى ثانوي فنون بكافة المندوبيات الجهوية للتربية بداية من السنة القادمة، وتجرى اليوم الاختبارات للتلاميذ بالفروع الجهوية للتكوين وتطوير الكفاءات بمختلف المندوبيات. أهمية هذه البادرة في الورقة التالية لسمية الفرجاني. أحداث سنة أولى ثانوي فنون في مجالات التربية الموسيقية التشكيلية والمسرحية بادرة من وزارة التربية تفسح المجال أمام التلاميذ لممارسة هواياتهم وتنمية مواهبهم الفنية، يقول مدير عام المرحلة الأعدادية والتعليم الثانوي أحمد السليمي. مبادرات من جملة الرؤى هو إعادة الاعتبار للمجالات الفنية داخل مؤسساتنا التربوية، وبهذا خلق فرص لأبنائنا التلاميذ وتحديدا للمواهب الصاعدة في هذه المجالات من أجل خلق معادلة، من أجل التألق الدراسي وممارسة هواياتهم على الوجه الأفضل داخل مؤسساتهم التربوية. مشروع هام يدعم الثقافة ويقرب الفنون من التلاميذ في كافة الولايات، يضيف المسرحي ومدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة صالح الفالحة، ويؤكد أهمية توفير الظروف الملائمة لذلك من قاعات ومعدات. هو مشروع يعني ينتظر فيه المسرحيين والموسيقيين والفن التشكيلي بصفة عامة، هو تثمين للعمل اللي قاعد يصير في المدارس الإعدادية كيفاش هذاك يتواصل. المشروع هذا هام لأنه مش ناس كل قادرة أنها تمشي معهد الفنون بالعمران ولا المستير ولا السفاقس، كيفاش تقرب في الجهات للناس المغرومين بالمسرح ولا بالموسيقى وغيرهم أنهم يتمكنوا من دراسة الفنون هذه ويطوروا المواهب نتاعهم ويحققوا الحلم نتاعهم. نجم ونخلقوا فنانين من خلال أنه المؤسسات التعليمية تتعلم المعارف المسرحية ومن خلال الأساتذة الجيدين. مشروع مهم وإن شاء الله يعني يخلقوا له الأرضية اللوجستية من قاعات يعني مجهزة تدرس في ظروف طيبة. دراسة الفنون في المعاهد والمدارس وممارسة الأنشطة الثقافية تدفع التلاميذ نحو الإبداع والتجديد ليصبح عدد منهم فنانين في المستقبل. تم خلال ندوة الختامية لأكاديمية القيادات الشابة بتونس المنعقدة اليوم بالعاصمة تقديم أهداف وأنشطة مشروع عينك على القانون، إضافة إلى عرض مقالات الأكاديمية. الندوة تضمنت نقاشا حول هذه التجربة التي قام فيها شباب من مختلف ولايات الجمهورية بالحضور في جلسات البرلمان والاطلاع على سير العمل البرلماني وكتابة جملة من المقالات حول تجربة أكاديمية القيادات الشابة. المدير التنفيذي لجمعية القيادات الشابة في تونس شمس الدين الشريف يتحدث عن هذه التجربة للزميلة تبر النعيمي. جمعية متأسسة في 2015 ومن أهدافها تشجيع الشباب على مواكبة الشأن العام، وإحنا حاضرين كجمعية باش نوفروا الآليات نتاع الأناليز ونتاع الريشيرش اللي تخلي الشاب يفهم أكثر شنو قاعد صاير. إحنا عندنا عديد المحاور اللي نخدموا عليها، فما جانب توعوي والتفسيري اللي يرتكز على دورات تكوينية، يرتكز على الائتلافات الجمعيتية، وفما أكيد جانب أكاديمي اللي منه الأكاديمية اللي تكون فرصة، مش بضرورة الشاب يكون جوريست ولا ملم ياسر بالشأن العام، بالعكس احنا اللي يجيونا شباب من مختلف الميادين نحاولوا احنا نأطروهم ونوفروا لهم آليات التحليل والنقاش اللي يختاروا هما مواضيع متعلقة بالشأن العام، وكانت المرة هذه متعلقة بالعمل البرلماني، ذاك علاش اختاروا عديد القوانين اللي خدموا عليهم تلت 9 شهور وتم نشر المقالات هذية ضمن تقرير.
أصدر قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فجر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع المحامي صابر العبيدي. وأضاف العبيدي أن التهم الموجهة للوريمي تتعلق بتوفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم وضمان عدم عقابهم والاستفادة من محصول أفعالهم إلى جانب عدم الإشعار بمعلومات تخص جرائم إرهابية. في مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي اليوم 92 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أكدت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب الاحتلال 3 مجازر راح ضحيتها 55 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة الماضية. وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة أكد الدفاع المدني الفلسطيني استشهاد أكثر من 120 مواطنا معظمهم نساء وأطفال منذ تصعيد العملية الإسرائيلية على المناطق الشرقية. من جهتها قالت كتائب القسام إنها دمرت ناقلة جند صهيونية وسط بني سهيلة شرقي خان يونس. بدورها أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية أنها قصفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم خط إمداد قوات الاحتلال في محور نتساريمة بقذائف الهاونة وصواريخ 107 قصيرة المدى محققة إصابات مباشرة. وفي الضفة الغربية المحتلة أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين برصاص الاحتلال في قلنديا وتوباس وتلكرمة. سياسيا، يلقي مساء اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي في سياق متوتر بين الحليفين بعد أزيد من 9 أشهر من العدوان على قطاع غزة وبعد تعثر التوصل إلى اتفاق بين الكيان المحتل وحركة حماس لتبادل الأسرى وإيقاف الحرب. ياسين فغالي. من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي مساء اليوم، ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادر في الحزب الديمقراطي الأمريكي لم تسمها أن ربع المشرعين الديمقراطيين على الأقل سيغيبون عن خطاب نتنياهو، مضيفة أن بعض أعضاء الكونغرس لن يحضروا بحجة أن لديهم فعاليات انتخابية. والاثنين وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي غدا الخميس الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاحقا نائبته كاميلا هاريس التي تتغيب عن خطاب نتنياهو اليوم. وفي مؤشر عن التوتر الشديد السائد في العاصمة الأمريكية عشية هذه الزيارة المثيرة للجدل، وقف أمس في حرم الكابيتول نحو 200 متظاهر يهودي مناهض للحرب. في الأثناء طلبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الولايات المتحدة بدعوة نتنياهو لوقف الحرب على غزة فورا، محذرة من أن عمل الإبادة في القطاع ستجلب مزيدا من التوتر. يأتي ذلك فيما قالت صحيفة هارتز العبرية إن القيادة السياسية في إسرائيل تعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منفتح على صفقة تبادل، لكنه سيمتنع عن إعلان ذلك بالكونغرس الأمريكي خلال زيارته الحالية لواشنطن. في غضون ذلك قررت المحكمة الجنائية الدولية تأجيل إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية. وأضافت المحكمة أنها أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى 6 من أوت القادم لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة قدمناها لكم من الإذاعة الوطنية، وهذا تذكير بعناوينها. تجميع نحو 6.6 مليون قنطار من الحبوب إلى حدود 21 جويلية، وولاية باجة تسجل أعلى الكميات المجمعة. تحويلات التونسيين في الخارج تسجل ارتفاعا بحوالي 4% مقارنة بالسنة المنقضية. وفي النشرة كان لنا تقرير عن توظيف هذه التحويلات ودورها في دفع الاستثمار. استعدادا لأحداث أقسام سنة أولى ثانوي فنون، اليوم إجراء الاختبارات للتلاميذ. وفي النشرة تابعنا هذه البادرة الجديدة.
في العالم 55 شهيدا وأكثر من 100 جريح في 3 مجازر صهيونية في غزة. ونتنياهو يلقي خطابا مساء اليوم أمام الكونغرس الأمريكي وسط مقاطعة عدد من أعضائه. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي نفيسة حسني. إشهار على خطر سلامتكم تهمنا، وفي إطار استكمال الأشغال الجارية على الخط الحديدي دي، الرابط بين تونس المدينة والقبعة، شركة إغفير تطلب منكم باش تاخذوا حذركم وتردوا بالكم في المرور على المسلك الحديدي الرابط بين مناطق سيدي قاسم والملسين.